طبعا إذا ردنا نجاوب عن هذا السؤال بدقة، نحن نستغرب لما تأخرت الكوليرا حتى هذا الوقت. يعني جميع الشروط أو الظروف الكارثية المناسبة لظهور الكوليرا متواجدة منذ سنوات، إلا أن ظهورها تأخر نوعا ما، ولم نكن متفاجئين تماما بظهور هذه الحالات، لكن المفاجأة كانت بتفشي الإصابات أو ارتفاع الإصابات لأرقام مرعبة تشي بالشيء الخطير خلال الأيام القادمة. الظروف المناسبة ماذا تقصد دكتور؟ الظروف المناسبة، طبعا الكل يعلم أن الكوليرا كمرض جرثومي تسببه ضمات الكوليرا، وهي جراثيم على شكل ضمات متحركة سلبية الجرام. هذه الجراثيم تعيش في بيئة، يعني تنتشر في بيئة يوجد فيها ماء غير نظيف ملوث، ركودة الماء بتلعب دور كبير، وهذا الشيء لاحظناه بمسار نهر الفرات، وإذا بنتبع الإصابات بنشوفها على مسار النهر تماما. الشيء الثاني هو عدم العناية بالنظافة الشخصية وتوفر وسائل الرعاية الصحية الجيدة، بالإضافة للماء الصالح للشرب. دائما المناطق اللي عم نحكي عنها هي مناطق عم تتعامل مع مصادر مياه دائما هي ملوثة بشتى أنواع الملوثات ومنها الكوليرا أخيرا. فجميع الظروف البنية التحتية سواء في البلد اللي مر عليه 10 سنوات من الحرب أدى إلى تدهور البنية التحتية، سواء للصرف الصحي، سواء لمصادر المياه، ري الخضروات بمياه المجارير. نهر الفرات السنة الماضية أو السنة هاي اللي أصبح هو عبارة عن مجرور كبير، يعني تعرف أنت حجم تدفق المياه قل كثير، وهذا كثير ساعد على نشاط جرثومة الكوليرا. امبارح باستطلاع أجرى مراسلنا مباشرة بعد انتشار الخبر، كان عم يسأل الناس، فأحد المدنيين بشمال سوريا بيقول له أنا عندي مرض تاني، مرض ولا ليرة. يمكن هو كان عم يختصر انه الحالة الاقتصادية اللي عم تعيشها الناس والأمنية بتلهية او ما بتحط وباء مثل الكوليرا على رأس اولوياتها. دكتور، شو الحلول امام يمكن هذا الواقع الاقتصادي الصعب المر، ويمكن عدم كتير مبالاة الناس بالوباء؟ سببه هذا عدم معرفة الوباء ام سببه انشغال الناس بامور حياتها؟ قدر السوريين، سؤالك كثير كثير بمحله وكثير يعني مؤلم بنفس الوقت. قدر السوريين دائما انه دائما كل يوم في عندهم تحدي جديد، وكل يوم بيواجهوا صعوبات جديده. يعني ليس ببعيد وباء الكورونا واللي عانوه ما عانوه، واللي كان حسب استطلاعات الراي انه بيجي بالترتيب السادس او السابع من بالترتيب الاولويات اللي مهدده للحياه السوريين في مناطق شمال غرب ولا شمال شرق، حتى في مناطق سيطره النظام. فكانت الكورونا ترتيبها السابع من المشاكل المهدده للحياه، وهلق الكوليرا نفس الشيء. يعني وباء بيسمعوا عنه بيتفاعلوا معه بشكل سلبي، لانه ما في عندهم المقومات اللازمه لمواجهه هذا الوباء، وهي التوعية الجيدة، مصادر المياه. يعني إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. يعني أنا وقت اللي بنتقل لمخيم ما في غير وحدات معينة للصرف الصحي، وتكون عامة وسيئة جدا، بالإضافة إلى صهريج واحد عم يملي المي للمخيم كله بفترة كل 3 أيام مرة، خزانات في أسوأ ما يكون. أنا ما بستطيع أطلب من هذا الشخص أنه يغسل إيديه بالماء والصابون، وأنه يغسل الخضروات، وأنه يعقم الشيء اللي عم يتناوله من الأطعمة وغيرها، في ظل ظروف أقل ما يقال عنها أن أصبحت ظروف غير إنسانية. يعني أنا معك تماما، يعني التحديات دائما عم تواجه السوري في حياته اليومية، كل يوم بفيق على خبر جديد، على كارثة جديدة. وطبعا الوضع الاقتصادي هو بيأتي على رأس القائمة، لولا الوضع الاقتصادي لما وجد آلاف الناس في المخيمات، ورغم أن هؤلاء الناس ما بيبعدوا عن بيوتهم سوى عشرات الكيلومترات. يعني شوف المأساة دائما تتجدد ضمن واقع مرير مستمر مفتوح. نتيجة للوضع الخدمي ووضع المياه ووضع المياه الصالحة للشرب، ونتيجة لترتيب أولويات الناس بين المرض والحياة، كطبيب هل تتوقع أننا سنواجه انتشار كبير للكوليرا تصل لمرحلة الوباء؟
تماما. هلا حتى الآن في شمال غرب سوريا تم تسجيل حالة واحدة في منطقة جرابلس حالة كوليرا. الأرقام في شرق الفرات أرقام صدقا مرعبة، لأنه ارتفعت بشكل كبير يعني خلال نهار البارحة 1762 إصابة، في عنا 5 وفيات جدد، يعني بيرتفع عدد الوفيات عنا إلى 10 وفيات. 305 حالات جديدة تم تسجيلها نهار البارحة. هاي الأرقام وتصاعدها بهالشكل هذا بيخبرنا أو بينبئنا أنه نحن أمام فترة عصيبة نوعا ما. لكن إذا منلاحظ خريطة انتشار المرض، منلاحظ أنه هاي الإصابات كلها تتمركز حول مجرى نهر الفرات، سواء من دخوله من الأراضي التركية وحتى خروجه من منطقة دير الزور. يعني اللي بيلاحظ أنه دائما الإصابات تتوزع على جانبي النهر. الأمر اللي بيخبرنا أنه مياه النهر أصبحت ملوثة بكميات كبيرة من الكوليرا. هذا الشيء ممكن الأشخاص نفسهم المصابين إذا انتقلوا لمناطق تانية ممكن ينقلوا المرض معهم في حال استخدام المرافق العامة، سواء تواليتات أو الحمامات أو حتى نقل الأطعمة وغيرها. فعملية انتقال المرض بدأت، أنا بعتبرها بدأت، ورح نواجه صعوبات كبيرة لأنه البنية التحتية في المناطق الأخرى ليست بأفضل من البنية التحتية حول مجرى نهر الفرات. فلذلك بالقريب لا سمح الله، ونحن ما بنتمنى هذا الشيء، لكننا أمام تحدي كبير وموضوع المياه وموضوع الصرف الصحي اللي نحن بنعرفه سلفا انه هو وضعه سيء جدا. فالمتوقع انه نعم نحن امام حاله قد تكون هي الاعنف في ارتفاع حالات الاصابه بالكوليرا. دكتور كمدني، كيف بدي اعرف ان الشخص الذي امامي بجواري جاري هو مصاب بالكوليرا؟ تماما. طبعا مرض الكوليرا يعني نحن في عنا فترة الحضانة تبعه، وقت الإنسان بينصاب نتيجة، هو الكوليرا بالأساس بيجي نتيجة تناول مياه غير نظيفة ملوثة بهذا الجرثوم، والجرثوم للمعلومات العامة قادر على البقاء في المياه لفترة طويلة، يعني بدون ما يكون ضمن الجسم أو ضمن المضيف. ممكن ينتقل عن طريق الأغذية الملوثة، الباعة، الجوالين أو غيرهم. بيبقى في الجسم من 4 ساعات حتى 5 أيام، ممكن تكون هاي الفترة الجرثوم موجود فيها بالجسم لكن لا يوجد أي أعراض، وبها الشخص هو ينقل الجرثوم إلى مناطق أخرى أو إلى أشخاص آخرين دون علم الأشخاص الآخرين أنه هذا الشخص مصاب أو لا تظهر عليه أي أعراض، وهي المرحلة الأخطر في مراحل الإصابة بداء الكوليرا. طبعا 60-70% من الحالات بتظهر عليها إسهالات خفيفة، ما بتتطور للشكل الخطير اللي بنعرفه واللي راح أحكي عنه الآن. دائما أي إسهال شديد بيؤدي لخسارات كميات كبيرة من السوائل خلال ساعات معينة. نحن أمام حالة كوليرا بشكل الوصفي أو شكل الصاعق. طبعا الخسارة راح تكون للسوائل بمعدل لتر في الساعة أو 4 لترات في الساعة. ممكن المريض خلال 5 أيام يفقد ما مقدار وزنه كاملا من السوائل، وهذا الشيء اللي بيؤدي للوفاة. فالكوليرا ممكن تكون قاتلة من 4 ساعات حتى 18 ساعة وحتى يوم أو يومين ممكن تكون قاتلة تماما نتيجة فقد السوائل بكميات هائلة جدا. أنا حتى أعرف الشخص الأمامي مصاب أو غير مصاب، قلت لك في عنا مرحلة الصمت أو مرحلة الحمل السريري، هون ما بيكون في عنا أعراض، هاي لا يمكن التنبؤ فيها أطلاقا. لكن في حال الإعلان عن أنه هاي المنطقة موبوءة، يجب الانتباه لكل إجراءات السلامة العامة، من الابتعاد عن استخدام المراحيض العامة، غسل الخضروات بشكل جيد، الاعتماد على مواضيع التوعية المجتمعية. لكن عرفت الشخص قبل ظهور الأعراض، لا يمكن معرفة الشخص إلا بإجراء التحاليل المناسبة، وهذا شيء متعذر تقريبا. لا أختم معك دكتور، لقاحات الأطفال تحديدا اللي ما بعرف إذا منها الكوليرا، سبب عدم وجودها، نقصة عدم أعطاء للأطفال خلال 10 سنوات هو سبب انتشار الحالات اليوم، لما ما في علاقة؟ قصدك على الأمراض بشكل عام للكوليرا؟ الكوليرا تحديدا. هلق لقاحات الكوليرا في عنا شيء تقريبا 3 أنواع. نحن في عنا 200 نوع من جرثومة الكوليرا، لكن في عنا نوعين فقط، هني O1 والO139، هودي هني الوحيدات اللي ممكن يسببوا الإصابات. يعني عنا جرثومتين من أصل 200 جرثومي ممكن يسببوا الإصابات، وفي عنا 3 لقاحات
مختلفه لهود الصنفين. طبعا اللقاح يعطى بفاصل 7 ايام بين الجرعه الاولى والثانيه، وممكن يوصلنا لمرحله 60% تحصين ضد المرض، وممكن استخدامه في المناطق الموبوءه للحد من خطوره المرض، او استخدامه في المناطق المهدد انتقال المرض لها كجانب وقائي. طبعا عند الاطفال في معلومه كمان، الرضيع لا يصاب بالكوليرا بسبب انه هو بياخذ من حليب الام عن طريق الرضاعه الطبيعي، ممكن ياخذ الاضداد اللي بتقضي على الكوليرا وما بتخلي الرضيع ينصاب بالكوليرا، وهي حاله موصفه عالميا او موصفه طبيا. الاطفال الاكبر سنا الفتره الماضيه لقاح الكوليرا كان غير معتمد ضمن اللقاحات الوبائيه اللي بيتم استخدامها، كان التركيز دائما على لقاح الدفتيريا ولقاحات التهاب الكبد سي وبي وحتى الحصبي وغيرها. نقص استخدام اللقاح ما هو سبب تفشي المرض اطلاقا. المرض انا بقول لك سببه هذا العام هو نقص جريان نهر الفرات، هذا سبب ممكن نعتبره سبب ادى الى تلوث كميات كبيره. ممكن نفكر بالناس، هلا نحن سوريا ما لنا من الدول اللي متوطن فيها المرض، في عندنا 50 دوله حول العالم مرض الكوليرا متوطن فيها بشكل دائم، مثل العراق وايران اذا ما لي غلطان دكتور، مثل العراق وايران. فممكن نحن ظهور اصابات في حلب او ظهور اصابات في ريف حلب الجنوبي ممكن نعزي لوصول اشخاص من الميليشيات الايرانيه او غيرها نقلت المرض عن طريق اشخاص حاملين للمرض بامعائهم دون انه اني ما بيعرفوا حالهم مصابين، لكن اني قاموا بنشر المرض عن طريق اللي اغلبها بتصب على نهر الفرات بمظهر سيء جدا، يعني بنم عن تلوث بيئي رهيب. فمصدر العدوى ممكن تفكير بعده اسباب، لكن اللقاحات ما هي حل وقف الاصابات او منع انتشار العدوى، لكن هو بيوقع قلت لك بنسبة 60% ل70%، لكن ليس حل انه نحن نعتمده في مواجهة هذا المرض. نحن نعتمد على الاجراءات الوقائية، يعني درهم وقائي خير من قنطار علاج، مياه نظيفة، صرف صحي جيد، بنستطيع القضاء على الكوليرا.